لك احنا كخليه اسراء ومتابعه صحه الشباب اطلقنا مبادره منذ 3 أشهر اللي هي مبادره انقذني لمكافحه الادمان على المخدرات، ورانا نستقبلوا شباب وطلبه مدمنين على المخدرات. للاسف الشديد الفئه اللي رانا نستقبلوها هي فئه مراهقين من نقول لك من المتوسطه، اكثرهم من المتوسطه، ولكن انا رسالتي اليوم من هذا المنبر الى كل القائمين على قطاع التربيه، لانه كل مبادرة أو كل عملية تكون عندنا في التوعية وتحسيس المكافحة الإدمان على المخدرات هناك غياب تام لممثلي مديرية التربية، مع أنه هما على رأس عملية التوعية والتحسيس في الوسط المدرسي. لذلك أنا رسالتي من هذا المنبر إلى كل القائمين عن مجال التربية على مستوى ولاية عين دفلة أنه يعطوا أهمية للشابيتر تاع التوعية والتحسيس في المؤسسة التربوية، لأنه إحنا جل الشريحة اللي رانا نستقبلوها هما تلاميذ متمدرسين، هناك ترويج وتعاطي داخل المؤسسات التربويه. احنا كاخصائيين نفسانيين عندنا السر المهني، ما نقدروش نبوحوا بهذا الشيء، ولكن نظن انه يجب دق ناقوس الخطر والاكثر يقظه داخل مؤسساتنا التربويه. كاين رساله تذكير، ذكر انما الذكرى تنفع المؤمنين، نقول لهم انه دور مديريه التربيه غائب، انا بالنسبه لي غائب، بما انه يغيب ما يحضرش معايا ممثل عن مديريه التربيه في عمليه توعيه تحسيسيه تمس شريحه المتمدرسين، دونك دور التربيه غائب للاسف. الحوزه تاعو حبوب مهلوسه او قطع تاع القنب الهندي، ولا عنده انجوان تاع لا دروغ دايرو في جيبو يخرج، هما يقول لك كي نخرجوا يروحوا يتعاطوا داخل بيت الخلاء اكرمكم الله. يعني هذا الولد راه مدخل معاه لا دروغ للمؤسسه التربويه. هناك خلل، اين الخلل؟ الخلل يكمن في عدم تاديه المهام كما يلزم داخل المؤسسه التربويه، أو هناك خلل آخر يجب على القائمين على مديرية التربوية يلقاوه، لأنه احنا متأكدين أنه هناك خلل داخل المؤسسة التربوية. هذا البرنامج برعاية شركة بروتيليس لمواد التجميل. بروتيليس، الجمال للكل. زاير تيوب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.